تزامنا مع احتفالات مملكة البحرين بالذكرى 22 لميثاق العمل الوطني، ينظم معهد البحرين للتنمية السياسية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والمكتب التنفيذي لبحريننا المسابقة الوطنية لطلبة المدارس لإنتاج فيلم حول العالم الوطني. نعم، أوضح المعهد أن المسابقة تهدف إلى العمل على تعزيز قيم الانتماء والولاء الوطني وترسيخ المواطنة لدى طلبة المرحلة الإعدادية وبث روح التحدي والمنافسة الشريفة بينهم من خلال إنتاج فيلم يتناول رمزية علم المملكة، منوها إلى أن الشراكة مع وزارة التربية والتعليم والمكتب التنفيذي لبحريننا تمثل نموذجا لسياسات المعهد في تعزيز التواصل والتعاون مع المؤسسات الوطنية وتفعيل مبدأ الشراكة المجتمعية وتحقيق أهداف المعهد في الوصول إلى مختلف فئات المجتمع عامة والناشئة والشباب خاصة، لما تقوم به الجهات الرسمية والأهلية وخاصة المدارس من دور فاعل في توعية وتنشئة الأجيال الناشئة. وقد قام المعهد بتقديم ورشة تدريبية للمعلمين حول محتوى دليل العلم وكيفية تفعيله مع الطلبة الذين سيشاركون في المسابقة كأحدى المبادرات الاستباقية التحضيرية قبل بدء المسابقة، كما سيقوم المعهد لاحقا بزيارات ميدانية للمدارس وتفعيل الطابور الصباحي من خلال تنفيذ مسابقات ترفيهية تثقيفية للطلبة، وذلك في إطار الجهود الوطنية المتكاملة والهدفة إلى ترجمة أهداف الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة بحريننا وتجسيدها على أرض الواقع ووضع مبادراتها التي تزيد عن 100 موضع التنفيذ. وأكد المعهد على أهمية الشراكة المستمرة والتعاون مع وزارة التربية والتعليم للوصول إلى الطلبة بمختلف فئاتهم العمرية والمساهمة في التفعيل الأمثل للبيئة المدرسية كمحطة لإكسابهم الوعي اللازم وتعزيز قيم الولاء والانتماء الوطني لديهم، إلى جانب تعريفهم بحقوقهم وواجباتهم مما ينعكس إيجابا على سلوكياتهم وممارساتهم اليومية.